متحمصين في الشمس تنزلوا في ايش في المنظر كراستي كراستي تلشم ده مكان. صباح الخير يا جماعة، النهاردة اليوم الرابع في الكامبينج. جينا نفس الكامب اللي جيناه اول امبارح قبل ما نروح نتفرج على الحيتان، لان هنا في حمامات وفي شاور واوبشنز يعني سيفتي اكتر. خلصت الورك اوت ودلوقتي معاد البريكفاست. الورك اوت كان بطيء جدا لاني مش حاسه ان انا في الزوم بتاعتي المرتاحه، بس اهم حاجه عملت الورك اوت. دلوقتي هاخد شاور هنا واخد هاي بروتين بريكفاست. Good morning يا جماعة، خلصت الورك اوت بتاعي واخدت شاور، غسلت شعري قبل ما انام بالليل، غيرت ملابسي، ودلوقتي ميعاد الفطار. هي الساعة دلوقتي اعتقد دخل على 12 الصبح كده. اخدت كوباية قهوة وموزاية قبل الورك اوت، بعد كده عملت تونة بسلطة مع افوكادو مع سبايسي جارليك سبايسز جارليك صوص جارليك مش عارفة حاجة كده، هو يعني الجارليك ذات نفسه درايد ومعمول بشطة عشان بحب الاكل المشطط مع سلطة. You have no excuse. مش معنى ان انا في كامب ان انا بقى اقعد اطلب حاجات جانك ومش عارف ايه. عايزة اقول لكم ان انا حتى الموبايل مثبتة بايه عشان الترايبود بتاعي اتكسر امبارح، بعصير اساي مع بيريز، كنت محضرة قبل ما اجي اطلع بالكامب ومفرزة في التلاجة بتاعتنا، وهشرب ده مع التونة. جايبة علب تونة كتيرة جدا. انا جايبة التونة اللي هي فيها مية. ميزة التونة هنا ان هي مش فيشي، تحسيها يعني سمك بس مفيش الزفارة دي كلها، وقاعدة بستمتع بالطبيعة. شايفين المنظر حواليا؟ شايفين الكامبر فانز اللي هناك دي؟ هاي ادم اند لويزا، يو نيد تو تيتش مي هاو تو جامب، ام سكيرد، ام بيتر ناو، بس اي كانت ستوب. Somersault. No, don't get you complying on it. رايحين متحركين دلوقتي مكان جديد. ادي حاطه لي المروحه عشان الجو حر دلوقتي وقت الظهر، الزروع، وهنروح مكان جديد على الشط. حط بقى ايه المروحه في وشي كده. There is no speed here. One speed. Only one speed. Only one. نظفنا العربيه ورتبناها، دي فوط عايزه يعني تنشف. بس انت to the UK, Portugal, Egypt, Indonesia. يا المراوح دي سفرت معانا في كل حته. To keep it hot wife cool. رايحين نشتري شويه حاجات للكامبينج من هنا من سوق الخرده. I found a nice mug Adi. Look at this like a soup. A soup mug. Thank you.
هاي يا جماعة، ده اليوم الخامس في الكامب. ادي يا جماعة بيعملوا البادل بورد، وده الشاور بتاعنا، وده بنغسل فيه اسناننا، بنغسل وشنا، بنغسل المواعين. دي العربية بتاعتنا، ده السرير، وفي تنتيراتها، ده بغسل بيه عشان بغسل مواعين، فعشان ايدي ما تبص هنا انا بنام هنا. انا مطبقه كل حاجه، حاطين الصداره بس عشان ايه التلاجه ما تسخنش. هي طبعا شغاله بالباور، هنا الايكو فلو، وهنا التلاجه، وهنا الباسكت الزباله، وهنا عشان بنحط فيها حاجات، وده الجيم بتاعي ورا هنا، وده الاكل بقى واللبس. هنا في باب العربيه الليتل فانيتي بتاعتي، حاطه الحاجات اللي بستخدمهم كل يوم، ديودرنت طبعا، سان سكرين، ريزيستنت ده حلو قوي 50، النضارة، الهاند ووش لو انا نزلت اي مكان، فولدبل باج عشان لو عايزين نشتري اي حاجة فباخد الباج دي، في لبستك كده وبرفيوم. دلوقتي هاخد سناك قبل ما ننزل الميه. نجينا شط اسمه كوكو، ولمنا هنا امبارح، انا نمت في الخيمه وادي نام في العربيه عشان يبقى عندنا سبيس اكتر. نجينا في البادل بورد نشحن البطاريات، احنا حاطين ده عشان نحمي التلاجه والاكل واللبس والحاجات دي كلها هنا. ودي الخيمه عشان الشمس دلوقتي عموديه. هاكل السناك بعد كده هننزل الميه. يلا يا جماعة ننزل المية. يلا بينا. بس النضارة ما تضيعش. ميه ساقعة قوي يا جماعة. بعد ما تبقوا متحمصين في الشمس تنزلوا في الميه موضوع صعب. خلينا نتشف الميه مع بعض. ريفرشينج. عربيات اشكال، كل واحد ليه لايف ستايل بتاعه، ودول قاعدين تحت الشمسيه، وفي حد معاه الباص سكول باص. لقينا الكتكوت ده عمال يعوم لوحده يا جماعة. Our first independent water travel. ايش شايفين المنظر؟ Do you hear them?
noisy. Yeah. Or seagull, I'm not sure. Pelicans. In that airport, the car is sour. Here, more! Oh, a lot of starfish here. Let's go! It's cold now because I'm crusty. Crusty. Cold. Very cold. شايفين يا جماعة ميزة الشم بيتطبخ بسرعة. هما بيبيعوه هنا، بيجوا في بالعربيات بتاع الطريق يسألوا الناس. كمان سي amazing color. ادي مستخبي من الشمس عشان بيتحرق بسرعة. سي clean easily cooked easy to eat. حطيت بس only salt and pepper and smoked lemon. Should I Yeah, when you cook them. Yeah, and smoked paprika, that's all. Yeah. بنقطع السلطة. Shrimp جاهز يا جماعة، وعملت طبق سلطة. في شوية تورتيا بريد هنا. Shrimp ready يا جماعة، لسه التيبل بتاعتنا. نعمل تاكوز. عملت تاكو سندوتش تاكو يا جماعة، شايفين ريفل يا جماعة، شايفين خدت طبق تاني هقعد أزقز فيه مع الصلصة. خدت واحد بس تورتية وشوية سلطة بقى مع ده أزقز كده. واحد اشترى باص وعمل يعني ستايل خاص بيه خالص، تحس ان هو كافيه. خلصنا كاياكينج، رايحين البنزينة نشتري شوية كريسب وشيبس. كريسب وشيبس ذا سيم. شوكليت شيبس از امريكان، كريسب از فيزي ووتر. And come back. اهم من ده كله ان اخدت شاور في البنزينة. عاملين شاور هناك بفلوس كده بسيطة، بتروح تاخد الشاور بتاعك. فاخدت الشاور وغيرت ملابسي بسيطة، شعري نضيف نو سولت اون ماي فيس. دلوقتي بشرب شاي مع شوكولاتة وبقرا الكتاب بتاعي think and grow rich for the second time. Did you put my mask in the circle somewhere? Yeah, hanging on there. Did you put my mask in the circle somewhere? Yeah, hanging on there. ده مكان النوم بتاعي. كامبينج لايف ستايل، أول مرة أعمل في حياتي كامبينج، وأول مرة أعمله مع أدي. أدي قبل كده عمل كذا مرة كامبينج في يوروب، أنا أول مرة أعمل بصراحة. المكان اللي احنا فيه خيال. ده عربية معدية. إيه المكان هنا، السماء والطبيعة. والنهاردة عملنا كاياكينج وعملنا إيه، عملنا بادل بورد. إيه عملنا حاجات كتير، اتحركنا وما كانش في وقت حتى اعمل اي حاجه. وسويمنج فكان يوم اكتيفيتي. فانا اساسا واحد بيجي على الساعه 6:30 خلاص مفيش طاقه والدنيا بتضلم، فتحس ان انت الروتين بتاعكو بتاع اليوم بيقفل مع الضوء، لان خلاص الشمس غربت الدنيا بتبقى ضلمه. بتقعدوا شويه نقعد نتفرج، كنا انا وادي قاعدين بره على الشط بنتفرج على النجوم. بصراحه منظرها روعة لما بتبقى الدنيا كلها ضلمة وتشوف النجوم كده فوق راسكو.
احساس جميل جدا. ادي نايم في العربية وانا بنام في الخيمة. بس ايه تاني؟ هو هيقعد يقرا وانا هقعد زي ما قلت لكم اعمل انا اعمل. شغلت الفلاش طبعا، في بطانية هنا انا قاعدة عليها تمام، وهنا حاطين زي اللي هو البازل اللي هو بتاع الاطفال طري كده، وده عازل للبرد او الحرارة. في مناديل ووايبس وازازة مية، حتى بقى السيرمال بلانك دي اللي هي بتشتغل بالكهرباء، يبقى متوصلة بالكهرباء بس انا مش موصلها لان الجو يعني مش مستاهل، وبتبقى دافية. جميلة جدا، اختراع جميل. وهنا بقى الورك ستيشن بتاعتي والبيوتي سنتر والدولاب بتاعي، وهنا الكود او الكفرات اكتر لو انا مثلا بردت او حاجة. وبس ده هقعد اقرا شوية. يا جماعة تصبحوا على تحقيق احلامكم.